3 2 1. اهو شفتوا، ما جبتش حاجه من عندي. بيو، ايه ده؟ ده بقى الرجل الاخضر، هات الكلسون بتاعه ده. اه حاج، اشتبي دم 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 يسيس، اشتبي دم دم مين مين. جربنا الالف طفل وجربنا نلعب احنا بالطفل، والنهارده يا شباب فكره جديده وهنجرب فيها ده بشنباته ونضاراته ديت. النهارده يا شباب هنجرب الطفل العملاق. فيلا معلم اربط حزامك ويلا بينا يا معلم نروح نشوف هنعمل ايه النهارده في الطفل العملاق. ولو انت اول مره تشوفني يا ريت تكون عملت اشتراك في القناه وفعلت زرار الجرس. ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. شقه رقم 10. ايوه، ايه ده؟ وده اللي انا هربيه لا يرجع تاني. ايه يا جدعان ده؟ يا جدعان ده اللي انتم يا جدعان جايبين لي اربيه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا جدع؟ في ايه؟ ايه كل اللي قدامي ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك ايه يا استاذ، انا جالي اتصال ان انا هاجي اربي طفل عندكم. ولا حضرتك الطفل ولا ايه؟ ولا انت راجل كبير وعامل نفسك طفل، ولا انت اللي متصل بيا اجي اربيك ولا ايه بالظبط؟ ايه يا جدع ده؟ شنب بجد دوت ولا ايه ده؟ خرب بيتك. طبعا يا شباب انا النهارده جايب لكم مفاجاه جديده، والمفاجاه هي انا معايا ال 12 قطه. طبعا طول ما انت معاك ال 12 قطه هتقدر تروح تفتح هذا البرطمان السحري. البرطمان السحري ده بيتفتح عن طريق حاجتين، ال 12 قطه، وانت تكون عملت لك لعبده ماندو وزريبيو النوا. تعالوا يا شباب نشوف البرطمان السحري ده جواه ايه. ده اول يا شباب مره نجربه في كرات عبده ماندو، ومعانا هنا يا شباب حوالي 7 8 10 بزازات عجيبه وغريبه هنجربهم على هذا مساء الخير. انت بتبص لي كده ليه؟ ولا ولا بص بيلف دماغه. تعال اديله اشوه على قفاه. يلا يلا جاهزين. كرة، ايه ده؟ عمال اجيله كده اجيله كده دماغه علقت. بص 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 دماغه متعلق يا شباب، هو مش عارف انا جاي من. اديله اديله على طول كده. ماشي، هنعمل ايه بقى؟ بص بقى احنا هنجرب بزازة النووي ديت. تعالوا كده يا شباب نجربها. بيو، ايه ده؟ ده بقى الرجل الاخضر. الو الحق يا شباب، الطفل بقى الرجل الاخضر. بص عليه ده زي ما هو. ايه ده؟ ايه ده؟ والله شباب غريب وعجيب. استنوا بس يا جدعان، احنا النهارده يا جماعه هنجرب في كل حاجه. اتقالوا بس اتقالوا، انا النهارده بربي الطفل الاخضر ولا دي؟ لا دي هتصغره مالناش دعوه بيها. تعالى نديله. ايه ده؟ ايه النجوم ديت؟ هتطير في السماء؟ ايه ده؟ ده بيطير. انت بقى 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 ستارزش. ايه ده؟ خلاص انت مكانك مش من هنا، طير يلا الحق. ده بقى ضد الجاذبيه. الله، استنوا كده يا شباب تيجي نطيره بره. الو استنى، ايوه هيطير. خلاص بقى روح بقى، انا مش عايزك والله. اقول لك ما ينفع. ايه ده؟ شفتوا انا يا شباب عايزك والله. اقول لك ما ينفع. ايه ده؟ نورت كده يا شباب وطفت، ربنا يستر. تعالى يا ابني تعالى، خلاص ما تزعلش يا حبيبي، تعالى اقعد هنا، تعالى نجرب فيك بزازه ثانيه. دي بزازه المغناطيس. تعالوا كده يا شباب نخليه يقع، هو وقع لوحده. الحق هيفرقع. بوم، استنى يا شباب بص بقى حجمه. او ماي جاد او ماي جاد، بقى الرجل الاخضر بجد. او ماي جاد، استنى يا شباب. البيت هيتكسر زلزال. زمان الجيران اللي تحت اشتكوا يا جدع، حرام عليك يا جدع. بقول لك ينفع اعملها في نطيطه؟ وي وي الله، بحب اطفال العمالقه. انا استنى، ايه الدوار ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه السائل البني ده؟ ايه ده؟ انا دخت، انا انا والطفل دخن. الحق بص هيعمل شقلبظات. بص 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 يا شباب بس بس انا دخت انا دخت خلاص انا دخت. حد واقف يا جدعان البتاع ده؟ ايه ده؟ ما تقوليش ده اللي في بالي. تعالوا كده نجرب هو دايخ. خدتوا بالكم من اللي حصل؟ تعالوا تعالوا نجرب تاني، تعالوا نجرب تاني. لا راحت فين؟ لا انا عايز الشباب اللي لسه كانت هنا. لا هاتولي بزازتي، هاتولي بزازتي. كانت بتيجي بعد الدوار. ايوه هي دي هي دي. استنى بس استنى. هوب. طب اقول لكم ايه، انا عندي فكره، انا عندي فكره جامده جدا. احنا هنحطه ايه هنا اهوت. استنوا بس كده، انا عايزه ايوه. لا 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 كده مش هيطير، انا هطيره لكم دلوقتي يا شباب. خليه قاعد هنا، وهنروح يا شباب ندور له على البزازه اللي كانت بتعمل كده اهوت. سراب بتيجي بسرعه. ايوه ها ها تمام يا شباب، البزازه جت اهي. يا رب يحصل اللي في بالي. هوبا. طب انا عندي فكره اجمد، تعالوا نجيب بزازه الانكماش اللي هي ديت مع بزازه الغازات الخارقه للطبيعه. بس ربنا يستر ما يحصلش اللي في بالي. بص بقى يا شباب اللي هيحصل. ايوه هي دي هي البزازه دي. الاول يا شباب هنديله بزازه الانكماش. هوبا الله، بص بقى اديت بقى بسرعه بزازه الغازات الخارقه للطبيعه. ايوه ايوه لا رجع. ايه ده؟ استنى بس استنى. هوبا. اديله اديله اديله. الو الله الطفل
ايه ده؟ لما اخذ شباب دلوقتي هنحطه ينوت عشان يبطل بومبات، وتعالوا نجرب فيه ايه المتفجره ديت. ثواني بس، اديني المتفجره ديت. بيو اوف بتقوله هو راح فين اهو انت يا اسطى؟ ثواني كده، هو مش الواد ده مش كان كبير شويه ولا البزاز ده خلاص كده كان مشيته؟ تعالوا نعمل السحر هنخليه يرجع كبير. ايوه الطفل مونغي مونغي زاي مونغي مونغي زاي. تعالوا نطلع بره يا شباب ونرجع تاني كده. خلاويس اخش ولا لسه؟ استنى بص على العين السحريه مش هيجي. تعالوا كده 100 100، التعويذة اشتغلت على طول. تعالى يا شباب نكمل في تجاربنا العبيطة النهاردة. تا بزست لينك، ايه المغناطيس ده؟ خد كده، ايه ده؟ او ماي جاد، هيطلع الحديد بتاع البيت كله هيشفطه بجسمه. او ماي جاد يا شباب، عندنا طفل عملاق في البيت. طب ما تيجي، ايه ده؟ هو باظ ولا ايه؟ تعالى يا شباب نروح بمغامرة كده يا شباب في اللعبة. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك رب. انا دخلت في تحدي انا والطفل العملاق ونشوف مين فينا يا شباب هيكسب. اول حاجة هنخش كده اهوت، ماشي. الطفل قفلوا عليا بالترباس. ايه ده؟ اهو عملاق اهو يا شباب. بص 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 الطفل العملاق، استنوا بس. اه ماي جاد، ده ايه بقى؟ احلى فيديو يا جدعان. اوف بلا كاتش ذا بيبي، امسك الواد خد يا ولا. بص بص على كده هو عامل نفسه بقى مستخبي، هو اصلا قد كده اهو. اوف يلا تلات بلت اهو، مش شايفك انا كده، مش شايفك انا كده. بص بص على الكرسي عامل نفسه بيتفرج على التلفزيون، راح فين؟ بص على السرير جوه ازاي؟ لسه عامل عبيط. بص راح فين؟ مش شايفه انا كده. اعملوا نفسكم مش شايفينه. تعالى نعمل الشباب السحر بتاعنا اللي هيخلينا ايه نمسك هذا الطفل. هنلم الشباب الورق دي، ملهاش لازمه دي تقريبا، ولا هي دي اللي لها لازمتها كده. انا هحطها هنا اهوت، بعد كده الشباب هنجيب الورقه الثانيه. هي فين بقى؟ كانت هنا اهوت، ايوه. بعد كده الشباب هنجيب الورقه. طبعا الناس اللي مش عارفه تختم اللعبه لو تابعت الفيديو دوت هيساعدهم جدا 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 في التختيم، لان عبده موندو مختمها 2000 3000 4000 مره قبل كده، لان دي لعبتنا اصلا يعني. يعني انا اعزف البيانو. تعالى بقى يا شباب نشوف هنمسك الطفل ازاي. اهو اف، ايه اللي هو بيعمله ده يا شباب؟ ايه لا بطل، ايه اللي انت بتعمله ده؟ رقتك فاحت، يخرب بيتك، اتصلوا بالاسعاف او المدافع، ايه ده؟ في زرار دلع هنا. خلاص يا شباب هو سكت، مشي مشي. استنى خش جوه، ايوه امشي بقى في النفق ده. ايه يطلع؟ مش هيتحشر لو دخل، يا ريت يخش جوه، هيتحشر لو دخل جوه اصلا. مش هيعرف يعدي من النفق ده، هو اكبر مني اصلا. او ماي جاد، عايزين الاسطوانه ديت يا شباب عشان نروح ايه نعزفها للبيبي. تعالى يا شباب نشغل له الاغنيه المفضله بتاعته. كانت بتقول ايه الاغنيه المفضله بتاعته؟ ايه ده يا جدعان ما تخضنيش، كانت ايه الاغنيه المفضله بتاعته؟ مش فاكر والله، بس تقريبا بابا في ايه ده؟ لا خضيت رجل الكرسي. استنى فينا عده الاسطوانات اهي، شغال له معلم الدي جي بتاعه. يا ابني خد هنا يا ابني، ايوه تعالى العب. سامعين يا شباب الاغنيه الجميله بتاعته؟ هنا اهو، قول له مين. طيب يا حبيبي هات المفتاح ده بعد اذنك يعني، لو سمحت يا حاج. هاخد بس حاج المفتاح، ما ينفعش تقول لك يا طفل يا حاج. اقول لك يا حاج، انت اكبر مني اصلا. ماشي تعالى يا شباب نروح نفتح بهذا المفتاح الطريق اللي كان مقفول. هو راح فين بقى؟ كان هنا اهوت ولا هو اللي قفلوا علينا الولد الخلبوس؟ تعالوا نروح عند الاسانسير، ايوه بيقول لي الكهرباء قطع، روح شغل الكهرباء. حاضر اروح اشغل لكم الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا ساتر. ايوه نعمل ايه بقى؟ هات كده اللمبه ديت، هنحطها في الزرقاء اللي هي هنا اهيت، ايوه تمام. هنجيب بقى البينك اللي هي في الباب دوت، هنجيبها كده دوت، وهنقوم حاطينها فين؟ هنا دوت. بيو ايوه. بص 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 الواد ماسك البتاعه كسرها، فرقع للبطاريه، فرقع للبطاريه. مهمتنا بقى يا شباب نفرقعه، لازم نفتح الكود السحري دوت يا شباب. طبعا تعالوا اوريكم الكود ده موجود فين. الكود دوت ايزي يا شباب، هتلاقي اول كود موجود هنا على السبوره ديت 4 3، بعد كده هنروح نكتبه هنا، بس احنا نجيب الكود التاني على طول من هنا اهو. 1 7، يبقى يا شباب الكود ايه؟ 4 في اول خانه، 4 3 1، انا نسيت صح؟ 7، لا هو صح. طيب هننزل الطفل هنا. A few moments later. وبعدين يا شباب هنروح نشغل البطاريات بتاعتنا بعد ما نرمي الطفل. ايه اللي هيحصل بقى؟ بس ما حدش يسالنا شباب انا رميته ازاي من هنا، يعني انا عانيت عشان اطلعه من هنا. المهم هنعمل ايه بقى بعد كده؟ شغلنا الكهرباء دلوقتي شباب، هنروح للاسانسير. استنوا بس استنوا بس، في ايه؟ صلى على النبي بس، عفريت هتطلع اهيت. استنى نمشي كده اهو ولا كده اهو؟ هي هو الطريق كده اهو تقريبا، كده اهو تقريبا يعني. ماشي بيقول لي لا تغادر، ماشي احنا هنشوف هنغادر ولا مش هنغادر النهارده. طريق هنا شغال ولا ايه؟ اهو الاسانسير اهوت، بيب بيب، افتح الاسانسير. ايه هيفتح؟ الطفل جاي، الطفل العملاق جاي، بس هو على هيئه شيطان. ايه ده؟ شفت شكله عامل ازاي؟ شفت القرد؟
شفت القرد اللي احنا شفناه؟ اجري عبد بندر، هات المفتاح ده، الطفل الشيطاني بيجري وراك، اجري 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 اول ما وصلني قبل ما الطفل ما ياكلني. يعني المفتاح ده الهلال 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 الهلال، ودوت المثلث، هات المثلث، جاي 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 الطفل العملاق جاي، روح فين؟ روح منه فين؟ اخلص اخلص، روح منه فين ابن اللذينه دوت؟ اركب اركب اهو. بص غير هنا بقى عشان عامل لي عفريت بقى وبتاع، هنشوف لسه ده احنا هينفخنا. وصلنا يا شباب بامان، المفروض الطفل كان يقعد هنا يسمع اغاني بس انا ما اعرفش هو فين. تعال نروح نجيب له البزازه. طبعا ده البيت المعكوس، لو انتم عارفين لعبه الطفل بس ده بيت معكوس كده يا شباب، كل حاجه فيه جايه معانا بالعكس. هنجيب له البزازه. هو راح فين بقى البغل دوت؟ هو المفروض يبقى هنا. يا ابني انت فين يا ابني؟ الو ايه ده؟ هو بيجي منين ده يا جدعان؟ خد يا عم اطفح يا عم. بيقول لي غير للطفل الكادلز. يا جدع قلت لك الكادلز ديت مش هتيجي على مقاسك، الكادلز ديت يا جدعان مش هتيجي على مقاسه، شايفين دي عمرها يا شباب ما تيجي على مقاسه، انا اروح اجيب له كادلز على مقاسه. A few moments later. هو الواد اتحرك من مكانه؟ اه بص قاعد هنا اهو. ماشي خليك اتفرج على التلفزيون مبسوط، خليك. الكادلز كان فين؟ كان في المطبخ. ايوه هات الكلسون بتاعه ده. اه حاج تعالى حاج غير لك الكلسون ده حاج، اتفضل حاج. مبسوط يا حاج؟ ماشي. بيقول لي اكل الحاج. ايه ده؟ مين بوظ الاغنيه يا جدعان؟ ينفع كده؟ ينفع كده حد بوظ لنا الاغنيه؟ المفتاح ده بتاعي. بقول لك يا اخ انت المفتاح ده بتاعي مش ده بتاع الاوضه اللي فوق؟ ثواني كده بس خليه هنا دلوقتي ممكن نحتاجه. دي مرحله الاشتغالات، هفضل اكله وبتاع. لا لا فكوكوا يا شباب من ده كله، تقريبا هات المفتاح ده كده. هنطلع فوق. فين بقى فوق بقى فين؟ انا مش فاكر. ايوه هنفتح الباب دوت. ما تسمعوش كلام المهمات هنا، كل حاجه جايه بالشقلوب. استنوا بس كده عشان فينا حاجات غلط بتحصل. اهو بص بص عامل نفسه صغير هنا. بص يا شباب بس عارفين لو انا لفيت وشي كده اهوت وقلت له 1 2 3 جهزونا يا اطفال. كبر صح. مساء الخير يا حاج عجة. احنا هنهزر مع بعض. اه عليكم. بص بقى يا شباب نروح بقى كده ايه نتمشى. ايه ده يا جدعان؟ ده مفيش رعب، ده في ضحك وكوميديا بس. اهم حاجه ما نمسكهوش. عشان لو بص عمال يديني بومب. خلاص يا حبيبي بقى كفاياك كفاياك بومب النهارده. تيري تيري تي 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 تيري تي تي. يا جدعان افضل ماشي كتير ولا ايه؟ عمال يتحدف عليا من كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا بطل ولا اتفرقع يلا. في ايه؟ في عمال يرزع لي في ولا اتلم. ها احلق لك شنبك انت حر، هكسر لك النضاره. يلا هاخدها منك مش هكسرها كمان. ماشي انا اعدي من الباب دوت ونطلع كده اهوت. طبعا انا بتحدى هنا الطفل العملاق مش الطفل الطفل الحاج. يا ابني انت بتصغر وبتكبر ولا ايه؟ بقول لك ايه ما تجننيش. طب معلش عشان الناس النهارده تتفرج عليك وانت كبير، فلو سمحت اكبر. هو بيفهمنا شباب بيسمع الكلام حتى. بصوا 3 2 1 اهو شفتوا؟ ما جبتش حاجه من عندي جدع ولا كفو. راح فين؟ هيتحول لي للشاشات وممنوع ابص في الشاشات ديت. اوعى يا شباب حد يبص في الشاشه على الطفل، لو بصيتوا في الطفل على الشاشه هياكلكوا. انا حذرتكوا انا فنزرتكوا. كان هيمسكني كان هيمسكني. ما تقدر فاكرها كانت صعبه قوي. استنى شباب استنى شباب بس ركز. اوبا ايوه عديت من مرحله التلفزيونات، هتيجي بقى مرحله العيون ولا مرحله التلفزيون؟ يا اخي خضتني يا اخي يا اخي خضتني يا اخي. منظره منظره يا جدعان مسخره يا جدعان. الطفل التلفزيون الرأس التلفاز اشتبي دم 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 يسيس اشتبي دم دم مين مين. والله فيديو يستاهل مليون لايك يا جدع، حرام عليك يا جدع. ايه الخلقه اللي انا شايفها دي؟ خلاص اشيله. طيب ممنوع اشيله صح، نسيت نسيت. امشي امشي اجري اجري قبل ما موتنا اجري. يا ابني بتصغر يا ابني وبتكبر بمزاجك، الواد ده هيجننا يا جدعان. بص هيطلع تاني دلوقتي. بص الشباب الخضة اللي هنخضها دلوقتي دي ولا مفيش خضات هنا؟ انا ما دام عامل حسابي عشان انا ولا توقعتهاش يا شباب. فاتتني فاتتني معلش خضني بجد. استنى شباب داخلين على ايه ده؟ على اوضة. ايه ده اوضة مين؟ لا لا افتكرت اوضة الجني. كلها كلها جني عبيط كده صغنن. هيبقى عملاق كمان ده ولا ايه؟ اهو عملاق. ماشي سلام عليكم استاذ جني استاذ طفل قصدي. هو صغر ليه؟ يلا نديله واحده سحر يكبره. عبرا كزبرا ترى مبروك عليك. تعالى بس على جنب كده يا بلا. ايه ده هو عامل كده ليه؟ بص بقه بص بقه شنبه يا شنبه. خلاص
تعالوا يا شباب. الاوضه الكبيره انا عايز اشوف شكله يا شباب لو طلع علينا هيبقى شكله عامل ازاي. والله هيبقى شكله كوميدي. هجيبه ارميه من فوق. تفتكروا يا شباب انا خايف اكتفه ارميه من فوق يوم هو اللي رميني. استنوا يا جدعان، والله يا جدعان فيديو جامد جدا. ايه ده؟ ايه المنظر اللي انا شايفه قدامي ده؟ استنوا كده، زني استنوا 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 استنوا، في حاجه انا خدت بالي منها كده. زني. خلاص تعالوا يا شباب نرميه من فوق. وي مع السلامة. ايه ده؟ طريقة رسم اهو الحمد لله. اجري 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 اهو موصلني قبل ما الطفل ما ياكلني. اجري اجري اجري. وصلنا لسه؟ فينا في خندق هنا يا شباب هنعدي منه على طول. طبعا اللعبة دي ايزي على العاب دوماندو كوماندو، ختمناها قبل كده فاحنا عارفين، بس احنا النهارده يا شباب في تحدي جديد مع ايه ده؟ لا 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 لا، نسيت دي فاتتني، دي فاتتني. بس انا مش هخسر. يمين خلينا من اليمين احسن، خلينا على طول يمين. إيه؟ ولا خش هنا، خش على السلامة. الحمد لله ما متناش. كان هنا في قطة يا شباب. ايه ده؟ بص الطفل قاعد فيه مدلد رجليه. ايه فعلا؟ راحت رجليك معفنة. تعالى كده، تعالى نطلع من هنا. اوبا افتح، امشي بقى كده، امشي كده تمشي اتجاه السام اهو. السام بيقول لي امشي كده. هنا بقى يا شباب هنشوف اكبر طفل في العالم، هنا الطفل العملاق الحقيقي. ايه ده؟ السام بيقول لي امشي كده، بس احنا ماشيين العكس، مش مشكله. افتح يا ابني. ايوه هنا الطفل العملاق، الطفل العملاق. ايوه او ماي جاد. بص الشباب الطفل قد ايه. ايه اعمل حادثه. ايه ده؟ الطريق من هنا اهوت. ايوه في طفل على فكره بيجري ورايا متوحش. ايوه بزازات، اديله ميه اديله نار. الطفل مولع نار. افتح كده يا شباب، كسبنا الطفل المتوحش الكبير العملاق. مساء الخير، كسبتك في التحدي بتاع النهارده يا باشا. طبعا يا شباب جربنا النهارده ازايز البزازات الغريبه والعجيبه ديت يا شباب اللي بتخلي الطفل يتحول ويعمل حاجات غريبه دي. قلنا دي بتعمل ايه وقت كده؟ بتفرقعه. ولما اخذ خلاص، لما اخذ حاج. ودي ده اكتر واحده يا شباب انا حبيتها. اكتبوا لي تحت بقى في الكومنتات ايه اكتر بزازه انتم عجبتكم، يعني بزازه الريحه الخارقه ولا بزازه النجوم؟ ملهاش لازمه بزازه النجوم ولا بزازه التقلص. وريني كده، تعالى نقلصه. اوبا يختي. اوبا يلا حذفته. ولا بزازة الحمض اللي بيحول الراجل الاخضر. استنوا كده يا شباب وريني كده. ايوه هي ديت. ولا بزازة مين بقى؟ شوفوا البزازة المغناطيسية ولا التقيلة ديت يا شباب. تاني واحدة عجبتني واكتر واحدة عجبتني اهي. بص يا شباب بتخليها اوب. او ماي جاد، فكرة جديدة. بوم بوم بوم. او ماي جاد، شفت يا شباب لما انت بتخلط بزازتين مع بعض ايه الناتج اللي بيحصل؟ طفل يا تقيل، ما تتحرك بقى. ايه ده؟ ده انت تقيل. تعالى يا شباب نديله. استنى كده، ارمي دي كده بعيد. استنوا عندي فكره حلوه، عندي فكره مجنونه جدا. اديله التقلص بسرعه مع دي. خلاص اهدى. ايه عفنت الشقه. يلا يا باشا قول لهم. لا بس مستنى، بس هو كده حجمه صغير. يلا يا باشا قول لهم ان حلقه النهارده كانت حلقه جديده واسطوريه. اتمنى كلها الناس تتفرج عليها تعمل لايك ويشتركوا في القناه هم مشتركين. كان معكم عبدو ماندو الشهير واللي انتم مطلعين عليه كوماندو. السلموز بالقشطه والعسل والمانجا والمهلبيه وايه اللي ناقصنا والموز.